هلا السلام عليكم. هلا بحب اهني الشعب الاماراتي والمقيمين والوافدين كلهم في دولة الامارات العربية وبالعيد الوطني او اليوم الوطني بمناسبة حلول 40 سنة على تأسيس الدولة. ومثل يعني الدولة معروفة الحين عالميا في كل مكان، دولة الامارات السيطرة موجود في كل العالم، كل الناس يعرفون وين الامارات، في الامارات شو انجازاتها. واحب ان الناس تحتفل بهالعيد لانه مناسبة حلوة، وان شاء الله كل حد يعني هاف فن يستمتع باليوم يستمتع بالاجازة اللي بعدها. وما ادري، شكرا وسي يو نكست العيد الجاي ان شاء الله.